أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار استعداد الفروض الثانية للدورة الأولى بالنسبة للسلك الإعدادي، نشوفوا نموذج للفرد الثاني الدورة الأولى بالنسبة للأولى إعدادي مسار الدولي. إذا نشوفوا نموذج الفرد الثاني de physique et chimie première année collège semestre 1 sciences physique. إذا بالنسبة لأولى إعدادي مسار الدولي، نموذج على شكل PDF غتلقاوه في الوصف. إذا نبداو بالأسئلة. نبداو أول حاجة تيستيه فوز انفورماسيون. إذا كاستيون 1، كونفيرتي شاكان دي بريسيون دوموندي. إذا هادو وحدات لقياس الضغط، البريسيون والضغط. إذا ديما باش ننقل من وحدة لوحدة أو ننتقل من وحدة لوحدة خاصني نعرف طريقة الإنتقال. إذا عندنا هنا طالبين منا أن نحول 180 هكتو باسكال لميني بار. أول حاجة اللي خاصكم تعرفوا أن الهكتو باسكال يساوي ميني بار. إذا واحد هكتو باسكال يساوي واحد ميني بار. إذا عندنا 180 هكتو باسكال منطقيا عتساوي 180 ميني بار. إذا مفهومة؟ إذا واحد هكتو باسكال كيساوي لنا واحد ميني بار. إذا ألوغ 180 هكتو باسكال كيساوي لنا 180 ميني بار. دابا نحولوا من ميني بار لباسكال. اذا اول حاجه اللي خاصكم تعرفوا ان واحد هكتو باسكال خاصكم تعرفوا طريقه الانتقال تساوي ماذا؟ تساوي 100 باسكال. تري بيان. اذا باش ننتقل من هكتو باسكال لباسكال كنضرب 100 بترجع، يعني بتنتقل من باسكال هكتو باسكال كنقسم على 100. دابا اللي خاصكم تعرفوا ان الميني بار هو الهكتو باسكال، يعني ميني بار كيساوي الهكتو باسكال. دابا انا بغيت نحول هاد 180 هكتو باسكال، بغيت نحولو لباسكال. اذا قلنا باش ننتقلو من هكتو باسكال لباسكال خاصني نضرب في 100. اذا ناخذ هاد 180 وغنضربها في 100. اذا ساهله، كنزيد غير جوج اصفار، 180 وعند جوج اصفار. اذا باش نحولوها لماذا؟ الباسكال. اذا هنايا كتساوي 18000 باسكال. تري بيان. شوف الثانيه، عندنا 164000 باسكال غنحولوها لهكتو باسكال. اذا شنو قلنا بالنسبه للانتقال باش ننتقل من باسكال لهكتو باسكال؟ هنا مشينا من هكتو باسكال، باسكال كنضرب 100، ولكن رجعنا من باسكال لهكتو باسكال كنعمل تقسيم 100. اذا هنا غنمشيو من باسكال لهكتو باسكال، سافودير اننا غنقسمو على 100. اذا هنا 164000 قسمنا على 100، ساهله كنزول هذوك جوج اصفار، وغتبقى لينا ماذا؟ غتبقى لينا 164 هكتو باسكال. تري بيان. دابا اشنو غنعملو؟ انتقلوا من الهكتو باسكال لبار. اذا ردوا البال، واحد بار اشنو كيساوي؟ اذا واحد بار كيساوي 100000 باسكال. اذا 100000 باسكال. اذا شنو غنعمل هنايا؟ ننقل. اذا هاد 164000 باسكال، اذا ننتقل البار. اذا شنو خصني نعمل؟ خصني نعمل تقسيم. اذا مادام غنعملوا تقسيم، اذا هنا هنا شفنا ديجا ان الهكتو باسكال هو الميني بار. اذا ولكن الواحد بار اشنو كيساوي؟ كيساوي 100000 باسكال. اذا هنا غنعملوا الطريقه اشنو غنعملوا؟ اذا هنايا ممكن نخدموا مباشره 164 باسكال نحولوها البار. اذا خصنا نعملوا تقسيم 100000. اذا شنو غنعملوا هنايا؟ 0 تعطينا 164. اذا نحولوا 164000 باسكال نحولوها لبار. اذا من البار الباسكال كنضرب في 100000، ولكن من الباسكال لبار خصنا نعمل تقسيم 100000. اذا ناخذ هاد 164 ونعملها تقسيم 100000 عطينا 0.164 بار. تري بيان. ننتقلوا دابا السؤال الثاني اللي فيها ريبوندر بار فري او فو، اجب بصحيح او خطا. اذا La masse volume x se note par m. يعني هذه خطأ لأن الكتلة الحجمية ما كتقاش الرمز ديالها ماشي m. إذا هذه معلومة خاطئة. إذا غنكتبو فو مزيان. إذا غنمشيو الجملة الثانية. L'unité pour mesurer la température est le degré Celsius. إذا باش كنقيسو إذا الحرارة هي degré Celsius. صحيح. إذا هنا المعلومة صحيحة. اذا هنا نكتبوا ماذا؟ فري. اذا صحيح. تري بيان. نمشيو دابا الجمله الثالثه. لا بريسيون اتموسفير اوكي اتموسفيريك ديبوند دو لاتيتود. اذا بالنسبه للضغط
الجوي مرتبط بايش؟ مرتبط بالارتفاع، وهذه معلومة صحيحة راه قريتوها. اذا هنا فغي. هنا لو رابور في على ام سابيل ماس فوليميك. اذا كيما هضرنا على الماس فوليميك اللي عاد تشوفوها انها كتقاس على حسب الكتلة على ياش على الحجم، يعني كيكون عندنا بالنسبة وحدة القياس ديالها هي الكتلة على الحجم. اذا كيكون عندنا بالجرام مثلا على المليلتر ولا بالمليغرام على حسب. اذا كتكون عندنا الرمز ديالها الكتلة، يعني كيكون رمز الكتلة اللي كتقريتوها الجرام الى اخره على الحجم. هنا كاتب لنا الحجم على الكتلة، هذه خطأ، بالعكس كتكون ام على في، يعني الكتلة على الحجم. اذا هنا عندنا اذا معلومة خاطئة، اذا عندنا هنا فو. تري بيان، دابا نمشيو السؤال ابليكي فيز انفورماسيون. اذا غنتقلوا اذا لهنايا باش السؤال موالي. اون فيك سور لومبو دا انسترومون دو ميزور اون سورانغ. اذا هنا عندنا واحد السورانغ، اذا هربطنا بواحد اوكي واحد لانسترومون. اذا هاد لانسترومون حنا نحاولوا نحدوا شنو هو وشنو كيقيس لنا. اذا كما كتشوفوا عندنا الباغ. كيل لو نون دو سيت انسترومون؟ اسكو ترمومتر، مانومتر، بارومتر؟ اذا ديجا قريتو بالنسبه هاد لانسترومون اللي كيقيس لنا، اللي غنشوفو من بعد كيقيس لنا لا بريسيون والضغط. الوغ شنو اسمو؟ سميتو مانومتر. اذا نعملو هنا اكس فما مانو مانومتر. تري بيان، كيل غرونتور فيزيك بيرميتيل دو ميزوري؟ الوغ شنو كيقيس لنا؟ كيما كتشوفو الباغ، اذا كيقيس لنا واش بريسيون ولا الفوليوم ولا تمبيراتور، واش الضغط ولا الحجم ولا درجة الحرارة. بيان سور هاد اوكي المانومتر كيقيس لنا لا بريسيون. كيل لونيتي انترناسيونال دو سيت غوندور؟ يا الوحدة العالمية يعني القياس هي الباسكال، ماشي السيليسيوز، هادي ديال درجة الحرارة، ماشي الباغ، ماشي باسكال. تري بيان، ديتيرميني لا فالور انديك سور لانسترومون. إذا غنجي نقرا هنا لانسترومون يشير إلى 10، 10 ماذا؟ 10 باغ، 10 باغ. إذا غنجي نكتب هنايا وغنكتب 10 باغ، 10 باغ. تري بيان، دابا كونفيرتير سيت فالور اون باسكال اي اون هكتو باسكال. اذا حنا نحاولو نحولو هاد 10 بار لهكت باسكال هكتو باسكال. اذا حنا شفنا ديجا هاي باقا مكتوبه ان البار كيساوي 100000 باسكال، وان الهكتو ولا واحد هكتو باسكال يساوي 100 باسكال. اذا شنو غنعمل باش نحول 10 بار؟ اذا 10 بار، اذا باش تجيكم باش ديما نكون عندنا داكشي واضح، اذا 10 بار باش نحولها اوكي الباسكال خاصني نضربها في 100000. اذا غنزيد واحد، اذا هنا 100000 3، وغنزيد ماذا؟ صفر ديال 10. اذا 100000 10 تعطينا 6 اصفار، اذا عندنا مليون. اوكي 1 2 3 4 5 هي هذيك مليون. ما نساوش دائما الوحده اللي هي الباسكال. تري بيان، اذا حولنا الباسكال. دابا شنو غنعمل؟ اذا دابا 10 بار نحولوها ماذا؟ الهكتو باسكال. اذا سهله، اذا هنا باش نحول من الباسكال الهكتو باسكال كنقسم على 100. اذا سهله، هنا غنجي نكتب تساوي ماذا؟ اذا مباشره اذا قسمنا على 100 كنزول واحد جوج اصفار، اذا غتبقى لينا 10. اذا 10000، 1 2 3، اذا زولنا جوج اصفار بقى لينا 1 2 3 4. اذا 1 2 3 4 اللي كتقرا 10000. اذا 10000 هكتو باسكال. تري بيان، سالينا نشوفوا السؤال الموالي. اذا لا كاستيون سيفونت شنو كتقول؟ اون بوس لو بيستون. ما معنى اون بوس؟ ندفع هاد البيستون، ندفعوه ديال سيرانغ. اذا هنا قال لك لو فوليوم دير اون بري امبريزوني اوغمونتيل او ديمينيو تيل. اذا قال لك الحجم الهواء اللي مضغوط هنا ولي الداخل ديال هاد المحقنه واش عاد زاد ولا عاد نقص؟ اذا اللي خاصكم تعرفوا ان هناك يعني علاقه عكسيه ما بين حجم الهواء وضغط الهواء. اذا كلما تزاد ماذا؟ حجم الهواء، اذا كينقص ضغط الهواء والعكس. اذا هنا عندنا علاقه عكسيه. اذا هنايا بالنسبه مكان هنايا نايم كيكون لو فوليوم امبريزوني، اذا هذا الحجم اللي مضغوط هنايا واش كيتزاد؟ اذا ما كنضغط راه كيتنقص. اذا هنا دي ديمينو، اذا هنا نكتبو دي ديمي ديمينو. تري بيان، ديمينو هي كينقص. اذا هنا شنو عملنا؟ هذا الهواء، اذا هنا ما كندفع هاد البيستون اشنو كيضغط الهواء، اذا حجم الهواء اشنو كيوقع له؟ كيتنقص. إذا إسكو لا بريسيون دو لير دون لا سورانغ أوغمونت أو ديمينيو؟
إذا قلنا مادام حجم الهواء يعني كيتنقص فإن ضغط الهواء كيتزاد. إذا شنو غيكون هنا العلاقة اللي عندنا هنا؟ غيتزاد يعني ضغط الهواء غيتزاد يعني أوغمونت. إذا نكتبو هنايا أو أوغ أوغ أوغمونت تخي بيان. إذا هنا خاصكم تعرفوا هاد العلاقة وتعقلوا عليها. إذا هنايا بالنسبة هنا قياس الضغط غاز محجوز في مكان ما. إذا هنا بالنسبة إذا هنايا جاوبنا على السؤال الص اللي في أ و ب. دابا ننتقلوا السؤال الموالي. إذا بالنسبة للسؤال الموالي عندنا كذلك واحد الوضعية مشكلة، وانطلاقا من هذه الوضعية المشكلة غنجاوبوا على الأسئلة. سي انترفونسيون بور ريزودر لو بروبليم. On considère trois liquides A, B, C de même volume. V est égal à 100 ml. Tu as mesuré la masse de chaque liquide et tu as trouvé les valeurs suivantes, etc. Et donc, nous avons trois liquides A, B ou C. Nous avons le même poids, qui est 100 ml. Nous avons la masse de chaque liquide. Nous avons trouvé que la masse de liquide A est 100 grammes, et la liquide B est 80 grammes, et la masse de liquide C est 70 grammes. إذا كالكولي لا ماس فوليميك دو شاك ليكيد. إذا نحاولو نقيسو الكتلة الحجمية ديال كل سائل. إذا بالنسبة لكل سائل، إذا هنايا عندنا كل سائل. إذا كيسيون أن كالكولي لا ماس فوليميك دو شاك ليكيد. إذا بالنسبة باش نحسبو الكتلة الحجمية كنعمل الكتلة على الحجم. إذا بالنسبة للسائل الأول، إذا عندو مية على مية، إذا نكتبوها، إذا مية. إذا عندنا بالنسبة لمية غرام ديال الكتلة وعلى ماذا؟ على مية مليلتر ديال الحجم. إذا غنكتبو مية سيغ مية، أوكي؟ هنايا صون. إذا شنو كتساوي لينا؟ إذا نجيو هنا نعملو تساوي. إذا تساوي واحد، وبالنسبة الوحدة غرام على المليلتر، غرام على المليلتر. إذا غنمشيو بالنسبة للسائل الثاني بنفس الطريقة. عندنا دابا 80 بالنسبة لكتلة 80 على 100. إذا نكتبو 80 على 100. إذا بالنسبة لكتلة الحجمية 80 على 100. إذا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا إذا هنا تساوي شنو كتساوي؟ كتساوي 80 على 100 كتساوي 0.8 غرام على المليلتر. 8 على غرام على المليلتر. إذا نمشيو بالنسبة للسائل الثاني. إذا عندنا بالنسبة للكتلة ديالو 79. إذا نكتبو 79 على إذا الحجم 100 مليلتر. إذا هنا على 100 مليلتر. إذا نكتبو على 100 مليلتر اللي كتساوي لنا 0.79. إذا 0.79. وبالنسبة للوحدة شنو كتساوي؟ كتساوي الغرام على المليلتر، الغرام على المليلتر. إذا الطريقة سهلة، كناخدو الكتلة وكنقسموها على الحجم باش نحصلو على الكتلة الحجمية. إذا نمشيو للسؤال الثاني، أون ديدويغ لي نون دي ليكيد أ بي سي أون إتيليزون لو تابلو سويفون. إذا الليكيد عندنا لو، إذا بالنسبة للكتلة الحجمية ديالو واحد غرام على المليلتر، الكول 0.79 غرام على المليلتر، وبالنسبة للزيت 0.8 غرام على المليلتر. إذا حنا نحدو بالنسبة لليكيد أ شكون هو، ليكيد بي شكون هو، وليكيد سي شكون هو. إذا حصلنا في ليكيد أ بالنسبة للكتلة الحجمية على واحد غرام على المليلتر. إذا واحد غرام على المليلتر كيتمثل الماء. إذا غنجيو نكتبو هنايا لو، إذا يمثل أ الماء. غنمشيو بالنسبة للسائل الثاني بي، حصلنا بالنسبة للكتلة الحجمية ديالو 0.8 غرام على المليلتر. نقلبو في الطابلو ألقى أن 0.8 غرام على المليلتر تمثل الويل الزيت. إذا نكتبو هنا بالنسبة للسائل الثاني هو إذا ويل. إذا هنا بالنسبة للسائل الثاني، غنمشيو للسائل الثالث، حصلنا على الكتلة الحجمية ديالو 0.72 غرام على المليلتر. إذا كتمثل الكول. إذا ليكيد سي يمثل الكول. إذا نكتبوها هنايا بالنسبة للجواب ديال ليكيد سي. إذا هنا حددنا بالنسبة لكل على حسب الكتلة الحجمية، حددنا السائل يعني اللي كيمثلو. إذا ليكيد ألو، ليكيد بيلويل، إي ليكيد سي الكول. إذا بهذا نكونو سالينا التصحيح ديال هاد النموذج. نتمنى تكون فتكم. شكرا وإلى اللقاء.